اليوم استقبلنا 60,132 تلميذ منقسمون حول 32,641 في الابتدائي، 20,232 في المتوسط، و 6,954 في الثانوي. يأطر تلاميذنا الكرام حوالي 2,875 أستاذ. والجديد في الدخول المدرسي هذا هو تنصيب أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة اللغة الإنجليزية السنة الرابعة. أولا نتمنى لأبنائنا النجاح في عامهم الدراسي الجديد، كما أتمنى التوفيق للطواقم البيداغوجية والتعليمية والإدارية على كل المؤسسات ولا على مستوى كل المؤسسات التربوية بمستوياتها الثلاثة.